مع زميلة سونيا منصوري الهدف الذي سجله أبو رحلة محمد السعيد في الدقيقة 83 كان كافيا من أجل العودة بزد كاملا من بالنسبة لفريق اتحاد الشوية الذي يقودهم المدرب الروماني جيجو بهذه الكيفية. أبو رحلة محمد السعيد يمضي على هدف المباراة. عمر، يعني بخصوص اتحاد الشوية، يعني يملك المدرب الروماني يملك حنكة في الرابطة المحترفة.